اتقال ضمن الحاجات، ودي بقى الحاجات اللي هي غريبة جدا، الإخوان كل ما نتكلم أصله النادي الأهلي والإخوان، وكأن الدولة بكل أجهزتها وبكل طوائفها مستنية كلمة من واحد زي ده. يعني ما انا الحلقه اللي فاتت قلت لك دوله مصنف جهاز المخابرات فيها الاقوى، على من اقوى الاجهزه على مستوى العالم، مصر من حاجه في منتهى الخطوره، وجيشها بياخد معركه اي انسان عنده ذره دم لازم يساند فيها، ها مش يقعد يلوش، وشرطتها عماله كل يوم تقدم الضحايا، دول مش ما شافوش حاجه، ها وهو جاي ينبههم، شيء غريب جدا يعني. طيب لو عايز تعرف مين كان بيأيد الإخوان ومين كان في صف الإخوان ومين كان بيدافع الإخوان، مش اللبانة اللي بتتقال دلوقتي، لا ده الفيديو اللي جاي ده. سمعت إخوان المسلمين، فصيل وطني اليوم تاريخ مشرف ضد الإنجليز وضد في الحرب 56. عشان بقول للدكتور محمد مرسي جمد قلبك، طلع قانون المظاهرات والاعتصامات، مفيش دولة بقى لها سنتين يا جماعة في اعتصامات ومظاهرات، وكل واحد زعلان من مراته وموقف قطر. يا جماعة أنتوا بتسيبوا كريسموس، سيبوه يشتغل يا جماعة، انتوا بتسيبوا كريسموس سيبوه يشتغل. اخطا اجي بقى من 4 سنين بدل ما احط كرسي في الصندوق احط واحد تاني، تعظيم سلام. انما عايز تغير رئيس جمهوريه كل اسبوعين، انما عايز تغير رئيس جمهوريه كل اسبوعين، انما عايز تغير رئيس جمهوريه كل اسبوعين ونائب عام كل شهر ومش عارف وزير دفاع كل، ما ينفعش يا جماعه. رئيس مرسي راح، انا عندي 2 مظلومين خيرت الشاطر حسن مالك والمرشد، كل ما حد يتكلم يقول لك ايه يسكت يسكت حكم الله ما بتتكلمش. في كلام اوضح من كده؟ ايه حضرتك وحضرتي اخوان. يعني في كلام اوضح من كده؟ في مسانده ومبايعه ومتابعه واكتر من كده واوضح من كده؟ ومع هذا اوكي، طبيعه المرحله. بمناسبه حته الاخوان، هو يعني حتى في 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 الكلام بيتغير بين يوم وليله. دلوقتي الإساءة إلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الجرحي، لأنه كتب على صفحته ما يرفض كواحد أهلاوي قبل ما يكون عضو مجلس إدارة، يرفض أن يساء إلى النادي الأهلي بهذا الشكل، أن يتهم النادي الأهلي بهذا الشكل، أن تلصق تهمة زي تلقي أموال من دولة أخرى للنادي الأهلي بهذا الشكل. فيكتب الأستاذ محمد الجرحي، محمد جمال الجرحي لأنه الاسم هنا يبان مهم، فينال ما منال، وينسى صاحب الكلام انه كان بيشكر جمال الجرحي لما كان بيتبرع لبناء مسجد في نادي الزمالك، وكان في كل مناسبه اللي ساهم في بناء الزمالك جمال الجرحي. انا مش انا اللي قلت ده، هو اللي قال. الحديد ده اللي احنا عملنا بيه الجزء الاولاني ولسه فاضل جزء، ده احمد ابو هشيمه والحاج جمال جرحي، أنا برضو محامي الاثنين. محامي الاثنين، يعني أنا محامي الاثنين، يعني بيتعامل معاهم يعني وبيتلقى منهم تبرعات لنادي الزمالك، فيعني هي مواقف والله والله، هو لا يتذكر اللي بيقوله 3/4 الكلام مش هتقال.